خبرنا الثاني من الأخبار، جريدة الأخبار، تحت عنوان وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة بأثر رجعي قبل رمضان. الخبر بيقول إن وزير المالية عمرو الجرحي أصدر قرار وزاري بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وده لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اللي وافق مجلس النواب عليها بنسبة 10% من الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 2016. الخبر قال كمان أن العلاوة هتكون بحد أدنى 65 جنيه وحد أقصى 120، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للمستفيدين، حيث يقضي قانون منحها ضمها للأجر اعتبارا من أول يوليو الماضي. الخبر تناول كمان إعلان الوزير عن عرض تعديلات خاصة على قانون ضريبة الدمغة على لجنة الخطة والموازنة اللي صوتت بالموافقة عليها. من المتوقع أن يتم عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 29 مايو الجاري، وبرضو ده اللي هيتم متابعته في الفترة القادمة. وبرضو في جريدة الأخبار أرينا أن محافظ البنك المركزي قال أن مشكلة النقد الأجنبي انتهت ولن تعود مرة أخرى، وأن الوضع النقدي فيه تحسن، وأنه هيتم رفع القيود على التحويلات الأجنبية اللي فوق 100,000 دولار قريباً.